عيشك. مرحبا بك انت، مرحبا بكل المستمعين المشاهدي اذاعه كاب اف ام، يعطيكم الصحه على تحت فرصه. يعيشك مرحبا بك. لو كنت عرفنا بروحك اكثر. دونك انا محمد علي الشماخي، متحصل على الاجازه في القانون الخاص، طالب ماجستير قانون اعمال، صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشارك في مشروع صناع راي لمبادره مناظره. عندي امتي بروجي هكا صغير اسمه استودينتي، نبيعوا فيه هكا في انه زملاء الطلبه مع بعضنا، نحاولوا ندبروا مصروفنا ونبيعوا هكا في حوايج كذا، نخلقوا في يعني ماركه. فوالا هذا هو. به لو كان المناظرة هذه اللي انت مشارك فيها تويكا، لو كان تعرف هنا بالضبط تقول لنا شنو هي بالضبط؟ دونك هو مشروع صناع رأي جاء عن طريق مبادرة مناظرة. مبادرة مناظرة هي جزء من الجمعيات والمجتمع المدني الموجود في تونس، وتنشط على يعني توصل صوت العباد والفئات الغير مسموعة باش تعبر على رأيها وتحقق يعني تولي ناشطة في المجتمع بتاعها. كيف جاء المشروع هذا اسمه مشروع صناع الرأي، باش يخدم على الشباب، يوصل صوت الشباب والشابات وكيف الفئات غير مسموعة باش تعبر على رأيها وتكون قادة في المجتمع بتاعها وفي المحيط بتاعها. هك علاش بدأ المشروع وتنصى ديجا وصلنا فيه إلى 6 حلقات تويكا. كل مرة نختاروا موضوع وكل مرة نطرقوا إلى يعني مشكل من المشاكل اللي صايرة في البلاد، أو نتناظروا على حاجة باش نحاولوا كل واحد منا يوصل وجهة النظر نتاعه. دونك هو مشروع يقوم على التناظر وثقافة التناظر. داكوغ. هو اسكو الكاتيجوري نتاع الشباب اللي تنجم تبادر في وتشارك في المناظره هذه، اسكو فما تحديد الى اعمار معينه ولا يكون على كافه الاعمار عادي؟ معناتها اسكو معناتها ابارتير موان 20 طون ولا بلوس 20 طون؟ هو الحقيقه فما فئه نتاع شباب يعني موجود فيها من 18 سنه ل 35 سنه في الاعمار الموجوده من المشاركين الكل. دونك فما من 18 سنه ل 35 سنه اكبر واحده معنا اليوم موجوده في العمر. تحيه لها شهر زيد من عطيها. مرحبا، تحيه خاصه لك شهر زيد كوكو من راديو كاب بلس. باهي، لو كنت تقول لنا زيد انت شنو دورك بالضبط في الوسط مشروع صناع الرأي؟ دونك الحقيقه انا مشارك من مشاركي اللي شاركوا في مشروع صناع الرأي. دونك المشروع هذا اللي بدا باستماره هبطت على السوشيال ميديا نتاع مبادره مناظره، وشاركت فيها استماره فيها برشا اسئله تخص تسالك على مجالات مختلفه من التعليم، اللي تسألك على حالة التعليم، هل التونسي اليوم مازال عنده ثقة في التعليم، هل أنه نجم نقسم كل الأجور، برشا أسئلة مختلفة. وكيف عملنا فيديو في 99 ثانية نحكيو فيه على قضية معينة باش نحاول نحشدوا العباد عليهم ونأثروا باش نشوفوا قدرتك أنت على تأثير وفعاليتك في المجتمع بتاعك. دونك القضية اللي بنيتها أنا هي القضايا البيئية. عملت فيديو في 99 ثانية وحكيت على أنه القضية البيئية قضية مهمة برشا ولازم اليوم نتطرقوا لها، وهي على غاية من الأهمية كيف القضايا الاجتماعيه والقضايا الاقتصاديه. اسكو خدمت على مكان معين ولا خدمت على تونس كلها؟ لا، خدمت على القضايا البيئيه في تونس الكل. كفكر القضيه البيئيه اليوم كان عند المجتمع التونسي يعني ساعات يحسها حاجه ثانويه القضيه البيئيه، يقول لك ما اليوم ناكل ونشرب بعضنا نحكيو على البيئه، وكو هي حاجه مهمه برشا. ونعرفوا اليوم اللي وصلنا لمرحله كبيره خايبه برشا في بلادنا من 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 نقص في الماء، من مشاكل نتاع يعني اوساخ تصب فيها المعامل في البحر، من برشا حاجات. يعني اليوم قضيه بيئيه قضيه هامه ولازم نطرقوا لها في البلاد. هو صحيح جينيرالمون حتى في البحر زيدا فما اكزومبل لوناس ساعات تصب لك الفضلات نتاع العبيد وكل شيء في بارتي معينه اللي البحر فيها يموت، يولي ماهوش حي، ما عادش نجم العبيد حتى تعوم فيه ولا تنجم تقع كثره الاوساخ فيه برشا. كيما العبيد زيدا عندهم هيجس كبير على الاخر، كل شوينغام طيش، كل البلاستيك في الكيس، كل شيء تقاه سي بارتو. معناتها جينيرالمون دفاع مهم جدا، وليك للاسف ان شاء الله نرتقي فيها النقطه هذه ونخدموا عليها ان شاء الله. به بالنسبه للهدف من مشروع صناع الرأي،
يعني دوافعي انا مشروع صناع راي وهدف نتاعي. دونك الهدف بالنسبه لي انا هو اني نكتسب مهارات جديده ونطور من شخصيتي ونتعلم حاجه جديده. يعني مشروع صناع راي رانا تعرضنا لبرشا تكوين، يعني عملنا بوت كامب كامل في 12 يوم فيه يعني دي فورماسيون مختلفين من مجالات مختلفه. نحكي لك معناها على دي فورماسيون في يعني المجموعه كيفاش لازمها تتعامل مع بعضها واخلاقيات العمل في وسط المجموعه، فورماسيون في الصحافه، في الصحافه الاستقصائيه، في الخطاب العنيف وخطاب الكراهيه، في الحوكمه، في برشا فورماسيونات اخرين حقيقه تعرضنا لهم باش نجموا نفهموا او نكونوا صناع راي او نحاولوا ان نكونوا صناع راي. دونك هذا اللي تعلمته انا كان لي دافع باش نمشي نشارك في مشروع صناع راي باش نتعلم الحاجات هذيا. وبخلاف هذايا الظهور قدام كاميرا، الظهور في التلفزه، يعني احنا نحكوه في لايف في اربع حلقات تلفز، احنا نعرفوا اليوم 9 نتاع الليل في نهار الاربعاء حاجه يعني الناس كل تبدا تتفرج تفريط لغبيه تبدا تتفرج. سامحني جوست المناظره راهي تتعدى في اربعه في كات ايميسيون في اربعه شانات اللي هي 9 الحوار التونسي وتلفزه تي في وتلفزه تي في. فما الاذاعات الشركه لمبادره مناظره تحضر اللي تتذاع في الباج نتاعها معناها. فوالا كونوا في الموعد في برنامج مناظره على الاربعه القنوات اللي قاعد تعدي فيهم كل نهار 4 ساعات 9 ساعة ليلا. اوكي بالنسبه لك انت كمحمد علي، شنو اللي اكتسبته من مشاركتك في مشروع صناع الراي؟ اللي اكتسبته الحقيقه اني خذت تجربه تحفونه برشا. تو عدينا 6 حلقات من برنامج صناع الراي تعديه وانا شاركت في 2 حلقات منهم. في الحلقه الثالثه اللي هي زعمه الهجره هي الحل للمستقبل الافضل، وكنت انا ضد الهجره مع زملائي. وزاد الموضوع الثاني كنت في الحلقه السادسه اللي هي زعمة المنظومه التعليميه في تونس فشلت. دونك هذوما هما المواضيع اللي حضرت فيهم انا. دونك تكون الحلقه كيفاش تكون، كنت حاب نفسرلك ايش. دونك الحلقه تكون فيها زوز اطراف، واحد مع الاطروحه وواحد وطرف ضد الاطروحه. الاطراف تكون متكونه من مجموعات، ما تكون متكونه من 3 اشخاص. متناظر رئيسي هو يدافع على الاطروحه مع الضيف، ويكونوا موجودين معاه يعني فريق المواجهه اللي كنت انا فيه في مرتيمة. في فريق المواجهه يطرح الاسئله ويحاول هما 3 بيرسون. خلي الساده المستمعين يفهموا اكثر. هما 3 بيرسون يكون الشخصيه الاولى المتناظر الرئيسي معاه الضيف اللي يكون مختص في الموضوع هذا او شخصيه عامه، ويكونوا معاهم حاضرين في فقره المواجهه اللي يكونوا وراء وراء المتناظر الرئيسي باش يدعموا الاطروحه نتاعهم ويشاركوا بطبيعتهم في الجيل الجاي اللي يكون قبل بربع ساعه من الحلقه اللايف وبعد بربع ساعه على الحلقه اللايف في الويب، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي لمبادره المناظره. في المناظره هذه وفي الدوافع اللي تعملوا فيها الكل، اسكو الانسان اللي يوصل انه يربح في الراي نتاعه ولا في القضيه ولا في الاطروحه اللي هو حطتها، شنو اللي تربحوا فيه منه؟ اوكي انتم صناع محتوى ولا مش انك تكتسب جزء معلومات ولا خبره، شنو اللي اسكو فما ربح مادي، ربح ما نعرفش تخدموا دي سيكونس برا، شنو اللي يعطيكم معناتها، شنو الكونتر بارتي؟ الحقيقه الربح المادي ما فيش ربح مادي، هي الحقيقه تجربه نخوضوا فيها كباش تعطيك فرصه انه هو مشروع صناع راي هذا يعطي فرصه لك انت باش تظهر في الوسائل تظهر وتوري روحك وتعبر على رايك ضمن مواضيع تطرح فيها هي. بخلاف هذايا لو كيف تظهر انت تنجم معناها وقتك تجيك دي زوبورتينيتي معناها عادي. دونك بخلاف هذايا راك تجيك دي زوبورتينيتي. من بعد كي شنو بالضبط هذا اللي انا نحب نوصل له معناها، شنو اللي بعده، شنو الستيب اللي بعد المناظره، شنو تنجم تجني، شنو تنجم توصل من بعد؟ هو الستيب اللي بعد مناظره بعد المهارات اللي اكتسبتها انت في انك تظهر على التلفزه وتنحي وكتراك نتاع التلفزه والخوضه نتاع تحضير الحلقه كلها، هو يعني مهارات كبيره برشا. انا خاطر كما قلت لك راني صانع محتوى، تعلمت برشا حاجات في يعني كيفاش تتعامل مع الكاميرا، كيفاش نحكي، كيفاش نعبر، كيفاش نوقف، كيفاش نكون عندي حضور قدام الكاميرا. خرج زهر مهدي، انك باش تكون قدام الكاميرا جينيرالمون، فما عبيد يقراوا فيها، فما عبيد متخصصين. انا واحده من الناس تهيأت عند الاستاذ عاطف بن حسين اكتور ديفون لا كاميرا، خاطر انك باش تكون قدام كاميرا راهي ماهيش
كيما انت نورمال في حياتك العاديه، مسؤول على كل كلمه تخرجها، ومسؤول على كل نظره تكون في بلاصتها، ومسؤول على كل رياكسيون يلزمها تكون صحيحه في بلاصتها. معناتها هذه ديجا سولون المناظره هذه عندكم ديجا تتسمى فورماسيون في وسط فورماسيون، معناتها حاجه تتعلم فيها من وراء حاجه اخرى. نحكيو على 12 مليون تونسي يتفرجوا فيك لايف 9 تاع الليل في اربع قنوات، مش حاجه سهله. صحيح كمل. دونك اللي نحكيو فيه على انه ليبورتونيتي اللي يجوكم بعد الحقيقه ليزوبورتونيتي تنجم حتى في مهنيين تنجم تخدم في راديو اخرين، تنجم يعيطوا لك حتى معناها في دي فورماسيون باش تشارك في حاجه معينه، باش تكون حاضر كصانع راي حتى في منطقتك انت، وتحاول من منطقتك انت ولا من دورك انت تكون تعمل لك التاثير هذاك اللي ربحته انت في المنطقه نتاعك وتحاول تغير معنا. هذا هو الحقيقة اللي اكتسبناه بشكل مجمل. بعد اللي اكتسبته الكل، انت بالاصل شنو المحتوى اللي دخلت به للمناظرة هذه؟ طب باش نعاود نعمل بيك دوله صغيره. انا الحقيقة كما كنت صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، دونك كنا نعملوا في زوجة نتاع محتويات مصنفين، دونك اما المحتوى اللي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي انا تلقاني تحت اسم داري الشماخي، دونك نصنع في محتوى يخص الرأي العام، حاجات تخص الرأي العام ومن تاريخ من سياسي من حاجات اللي نحكي فيهم. فهمت؟ و نعطينا دي زيكزامبل شنو المحتويات على اللي حكيت عليهم باش العباد تفهم اكثر. راهو كي تقول نصنع في محتوى فوالا محتوى متبدل برشا. اي صحيح عندك حق. المحتوى كما قلت لك حكيت مثلا عندي دي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خاصه بي انا، نحكي على شكون المثقف، يعني احنا اليوم في تونس شكون المثقف اللي حاشنا به؟ شنو هو المثقف هذا؟ هل انه حاشنا بعباد تنظر علينا وتجي تحكي معنا بلغه صعيبه في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في التلفز وكذا، ولا حاشنا بعباد تفعل وتتحرك وتحاول انها تخلق حلول؟ فهمت؟ فهذا هو. وحكيت على ملحمة بن قدين اللي نزلت كده عديت في 7 مارس. دونك في فيديو الاخراني كيف عندي كما قلت لك منصه اخرى اللي هي لافوكاتو، وين انا وزميلتي اي عوادي بالمناسبه نعطيها تحيه من هنا، نعملوا في كونتوني يخص القانون. دونك فسروا في القانون بطريقه هكا ديكالي، نفسروا المفاهيم القانونيه اللي تكون صعيبه هكا ومتشعبه، ونوضحوها بشويه بشويه للعباد باش تحاول انه تفسروها. حكينا برشا مواضيع، حكينا على قطع الخطبه، حكينا على يعني حقك في كي تتوقف شنو تعمل، شنو الحاجات اللي تعملهم، حكينا على عقد الكراء، شنو لازم كيفاش تعمل عقد الكراء وشنو الحاجات اللي تعملهم فيه. برشا مواضيع حقيقة ندعوكم تمشوا تتفرجوا في لافوكات تويكا، هو في ماتريك صغيرة صعيبة في باش تكتبها، جوست اكتب لافوكا وتو هي تعبير علينا احنا الزوج، يعني كلمة اثنين. فهمت؟ داكوغ. كاين عباد باش تبعكم في على المناظرة، سيت ويب نتاعكم، الباج فيسبوك، تنجم تعطيهم لنا؟ هو فما مبادرة مناظرة عندها السوشيال ميديا نتاعها اللي هي على الفيسبوك اكتبوا انيسيسيون مناظرة ولا مبادرة مناظرة، كيف على انستغرام مناظرة بالفرنسي ولا كيف عنا سيت قاعد يحضر خاص بمشروع صناع عطائي وبصناع عطائي اللي باش يهبطوا فيه كل ما يخص يعني كلام اللي يحكيوا فيه في الراديوات، تدخلاتهم، مقالات، ارائهم، تعابي الحاجات اللي حابوا يحكيوا عليهم، باش يكون خاص بهم هما، باش يهبط السيت هذا مازال باش يحضر قريب باش يهبط باش يحكيوا فيه على كل ما يخص صناع عطائي والمشاركين في مشروع صناع عطائي. ان فيت قالوا لي في الريجي مدام جيهان الرحالي تحياتي الخاصه ليك من منبر كاب بلس، مرحبا بك يعيشك. حسب ما في بالي اللي انت شاركت في حلقتين من برنامج زعما، احكي لنا توا بالديتاي في الحلقتين هذوما شنو عملت؟ الحلقتين هو الحقيقه باش نحكي كيفاش نرجع لك الاول كيفاش الحلقتين يحضر الحلقات كيفاش تحضر. يجيو إدارة المناظرة يعطيونا قلنا شنو المواضيع اللي تحبوا تطرحوهم في الحلقة الجاية، دونك الشباب الكل اللي هما 31 شاب وشابة وناس نعطيهم تحية زادة حاب نحييهم الكل الحقيقة خاطر كانت فرصة تحفونا ياسر تعرفت عليهم.
دونك يهبط تهبط الاستماره نعمروها بعد ما يختاروا من المواضيع اللي اقترحوها من الشباب. استماره هبط يعمروها، شكون حاب شكون مع الاطروحه شكون ضد الاطروحه شكون نجم يحضر شكون ما نجمش يحضر، ونعطيو شويه حجج هكا باش نقربوا وجهه النظر نتاعنا للاطروحه هذه. هل في الوقت اللي 31 شاب يعني معناتها يحطوا كل واحد الاطروحه نتاعو، هل تصير تصفيات للمناظره باش يختاروا شكون اللي باش يكون؟ هذاك في مشروع صناع رأي بي. يعني كي خلطنا المشروع صناع الرأي ديجا فما تصفيات خلطناها. يعني من كيما قلت لك صارت الاستماره وعملنا الاستماره وعملنا الفيديو، بعد صار بري سيليكشن هو قدموا عليها 180 شاب وشاب. بارك الله. دونك من 180 هذوك اختاروا 60 وال 60 عملوهم بري سيليكشن، يعني عملوهم كيما نقولوا اختبار. من 180 تولي 60، من 60 تولي 30، ومن 30 31. 31 قبلوا منهم 60 هذوك 31 عملوا حلقه. وتصير تصفيات ابارتيغ من 31 31 هذوك هما اللي باش ياثروا مشروع صناع الرأي، باش ياثروا برنامج زعما اللي هو يجي كل نهار اربعه. اوكي. دونك هذاك هو. دونك كيفاش تم اختيار المشاركين، كيفاش اختيار المواضيع كما فسرت كتاب الاستماره، ونعملوا الاستماره هذيك نعملوا فيها الحجج وكذا، ومن بعد يكلموا شكون اختاروا هما فريق التحرير، يتكلم شكون اللي تم اختيارهم للموضوع هذاك. بعد ما يتم اختيارهم للموضوع هذاك دونك يجيو قبل بنهارين من الحلقه نتلموا مع الجروب نتاعكم، احنا ما قلنا ثلاثه ضد ثلاثه مع، دونك نحبوا نحضروا في الحجج وكل الستريس وتحضير الحجج وكل خوض نتاع المصادر وكذا. لازمنا خاطر المصادر موثوقه وما نقولوش كلام قدام العباد اللي نجموا نعملوا به مغالطات. دونك لازمك كلام تعرف شو تقول. هكا علاش دونك قرب ثلاث ايام نحضروا الموضوع، حضروا مجموعه احنا نحضروا اسئلتنا كفقره المواجهه، ونحضروا الجيل الجاي اللي باش نحضروا فيه قبل وبعد الحلقه، والضيف والمتناظر الرئيسي. المتناظر الرئيسي هو باش يحضر الحجج نتاعو وباش يحضر الخطاب نتاعو الرئيسي والخطاب النهائي اللي كمل به، ومن بعضنا كلنا كمجموعه نحضروا مع بعضنا هذا الكل. معناتها في الاصل كل عمل عمل مجموعة به. اليوم بالنسبة كان معنا ضيفنا، نختم معاك سيدي. اليوم كان ضيفنا محمد علي الشريخي.